سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم جبت لكم زوج حكايات رعب ما ترقدوش الليل. واحده حكاها لي ابوني والاخرى سبيسيال. تسمى قعدوا مليح، طفوا الضوء، ديروا جيم وابوني، وهكذا يلحقكم جديد. ويلا دابا حكايه عبدو اللي هو احد متابعيني، وصراحه الحكايه ديالو تخليكم تقولوا ربي هو اللي يرزق والعبد هو اللي يحسد. هذا الرجل اللي يقول اسمي عبدو، وصراحه كنت بزاف قريب من العائله ديالي، يعني كنا كامل قراب على بعض، ميم سي كنا بزاف زواوله، مي الحمد لله لا فامي ديالنا كانت ديما سودي. حتى فلاني 2012 كل حاجه تبدلت، الحمد لله ربي رزقنا بورت وبعنا دارنا اللي كانت صغيره، وشينا دار جديده بلا بيسين، وشينا طوموبيلات. هذا الشيء خلى الناس تحسدنا وتغير منا، كيفاش هادو كانوا فقراء وطلعت بهم في ضربه. حنا كنا عايشين حياتنا نورمال، وفي لا فامي ديالنا كاين بابا، يما، انا اللي هو صغير تاع الدار، خويا رؤوف عمره 31 سنه، وعندي زوج خيات، وحده في عمرها 30 سنه وواحده 29 سنه، كامل بيناتنا تقريبا عام. كي شينا هاد الفيلا كل حاجه كانت بيان، مي ابري 3 سنين كل حاجه تبدلت. ولينا نسمعوا خبط في الصالون الوغ كو الحاله كالم وما كان حتى واحد، مي بون قلنا هذا تو سويس برك. مع الوقت الحاله ولات تقراف بزاف، بابا ولا ما يهضرش كامل مع يما، يعني بلا سبه، وهذا الشيء جامي صرا باسكو كانوا بزاف متفاهمين. وصل وين قال لي بلي راهو قاعد معاها غير على جنه، وكيما سينا فيه والو، يعني حلف ما يهضرش معاها. قعد على هاد الحال حتى 2017 وين بابا دار انا في سي ولا ما يقدرش يمشي مسكين، مي بون انا غادني الحال، مي قلت المهم راهو عايش. الحاله قعدت سوء اكثر واكثر، ما كانش واحد في العائله ديالي ما دارش اكسيدون، حتى لحقت 2019 وين صرات الكارثه. بابا مات في ظروف غامضه، كان لاباس عليه وفي ضربه طاح وكديناه للسبيطار، قالوا لنا بلي لي غان ديالو ماهمش يمشوا، وتوفى ربي يرحمه. ما تتخيلوش على حزنت، بابا كان قريب ليا بزاف، درجة انه حتى كي كنت نعرف كش طفله نروح ديريكتوم ونقول له. في الجنازه بيان سور درنا قران، مي رماركيت بلي وحده من خياتي وجهها تبدل في ضربه، ولات تبكي وتعيط وتسوق وتقطع في شعرها، وهذا الشيء بان لنا بزاف بيزار. تسمى بعد الجنازه جبنا لها راقي. بعد الجنازه ولينا نجرو بها من راقي للراقي، وكامل قالوا لنا بلي عندها سحر الزواج، صاف كو ما كانش راقي يقدر ينحيه لها. حتى جبت راقي بزاف متمكن وبزاف معروف، والحاجه الغريبه سيكو قبل ما يجي هاد الراقي هذاك السحر ولا الجن واللي كان في اختي شو تحس به. اختي بدات تعيط وتسوغ وكسرت كل شيء. كي جا الراقي بدا يهضر مع اختي ويرقي لها، هذاك الجن بدا يهضر، قال بلي اختي عندها 7 سنين وهي مسحوره، وبلي يما تاني سحروها باش ما تتفاهمش مع بابا، وبلي بابا داروا له سحور حتى بعتوه للجبانه، وقال بلي خويا تاني داروا له سحر اللي هو سحر الموت، وصحك مسرطان وعانى منه بزاف. واختي الاخرى داروا لها سحر باش ما تنجحش، ويعني صح 3 مرات وهي تجوز في الباك وما جبتوش، يعني حتى حنا وحرنا كيفاش ما جبتوش، كانت قراب بزاف مليح، والستاج اللي تبداه يحبس. غير انا اللي سلكت لها باسكو ما كانوش يعرفوني، باسكو كنت نسكن في الترك. تقدوش تخيلوا شحال خفنا هذاك الوقت، سبحان الله. تسمع اختك تهضر ماشي هي، اون بليس هذاك الجن قال لنا صوالح راسكم يحبس، قال لنا كل شيء. ايماجيني وقال لنا كاين 1000 جن في الدار، تما انا قلت لازم نجري بدارنا، يعني ديجا راني فقدت بابا، مانيش حابه يصير نفس الشيء للعائله ديالي. كي وليت نجيب راقي للدار صوالح بزاف بيزار كانوا يصيروا، شغل هذوك الجنون اللي كانوا في الدار ما عجبهمش هذا الشيء، شغل بداو يخوفوا فيا، ولاو التواقي يخبطوا في الليل ونسمع العياط، وخطات تسمع مرا شغل تلاقي تبكي في الجاردي ديالنا، مي كي نخرج ما كان حتى واحد، والتليفون زعما اذا حبيت ندير فيه قران يطيح ولا يصالوك شي حاجه، نسمع لك راسي يتخبطوا، يعني كارثه. مي انا بقيت نجيب الراقي وندعي ربي يشافي لي العائله ديالي. واحد النهار ديت خويا اللي مريض بالسرطان للسبيطار باش يدير لا شيميو، حتى صب دراجل مع باباه واقفين، وبديت نقصر معاهم، كنا نقصرو نورمال حتى ما على باليش كيفاش قتلوا اللقب ديالي، سوف كو راجل تخلع وقال لي هاد اللقب نعرفو، عندنا جارنا من الباب للباب عنده نفس اللقب. جوست اون بيتيت بوز، حبيت نقولكم بلي هاد لابوني عطاني اللقب ديالو، مي انا ما نقولوش في هاد لا فيديو اون سي جامي. قال لي فلان كيفاش يجيك؟ قلت له عمي مي ما نتفاهمش معاه، والمرحوم بابا كان يكرهه ما يهضرش معاه. قال لي انا تاني ما نحبوش باسكو مرتو سحاره وتضل تدير في البخور. انا تم جاتني في راسي ربي كي كشف عبدو، كنت سيغ بلي هي، انا قلت سيغ بلي هي باسكو بابا مع خو كانوا متفاهمين بزاف، حتى الراجل غير تزوج تبدل في ضربه وولاو اعداء. كي نقولكم اعداء تما صح اعداء، لو كان يصيب يقتلو يقتلو، دمي ولا يغلي، حبيت لو كان نقتلها. ما نكذبش عليكم، الحاجه الاولى اللي جاتني في بالي هي الانتقام، حبيت نديها عند الراقي بالسيف ونسلك العائله ديالي. تما وليت نعس فيها نشوفها وقت جد تدخل وقت جد تخرج باش نحكمها وحدها برا. ضربت سمانه وانا على هذا الشيء حتى عرفت وقت جد تدخل وقت جد تخرج اكزاكتومون. الوقت اللي تخرج فيه هي شاك سامدي 9 اور تروح للحمام،
كانت الجمعة في الليل وأنا ما قدتش نرقد، نستنى وقت ما يطلع نهار باش نحكمها، وكل شي كان واجد حتى الراقي. غير طلع نهار رحت نجري عندها، وكي وصلت صبت كراسة قدام الباب. أنا تخلعت قلت كش واحد مات، وكي سقسيت قالوا لي باللي هي اللي ماتت. أمنوا فشلت واحد الفشلة جامي صارت لي في حياتي، طحت تصرحت. أنا قلت خلاص ماتت تما ما رانيش راح نعرفونها السحر، والعائلة ديالي حتقعد مريضة كيما كان الحال. العائلة ديالي مازالها مريضة، خطرات نقص هذا الشيء ما يرجع غابيدمون. هذه الحكاية تاع عبدو باش تشوفوا الغيرة والحسد شحال واعرين. أنا تبان لي اللي عندك شورت ولا يربحكش حاجة غير يبدل البلاد وما يحكيش العائلة ديالو ما يحكيش لقرابو، ما تقدروش تعرفوا خطرات القريب ليكم هو اللي يحسدكم. والله المهم ربي يشافي العائلة ديالو إن شاء الله ونجزوا الحكاية الزوجة. حكاية الزوجة شوفوا ما فيهاش السحر ومشي رعب بزاف، مي تحبس الراس. صبتها في اون ابليكاسيون اسمها غيديت للناس يحكوا فيهم حكاياتهم، وقلت لازم نحكيها لكم. هذا الراجل اللي يقول هذاك الوقت كنت طالب جامعي وحياتي كانت عاديه، حياه طالب. واحد نهار في لافاك حلت لقيت بطفله غير شفتها عجبتني قراف سيتي لو كوت فودغ. ما نكذبش عليكم جرجرتني صح، مي فينالمون ولينا كيف كيف وتزوجنا، كنا متفاهمين لدرجة ما تتخيلوهاش. مرتي طاحت أونسانت وجابت طفلة صغيرة، ومن بعد سيدات تقعد في الدار باش تقوم بها. مع الوقت زدنا جبنا دراري واحد اخرين، وكيما قلت لكم حياتنا كانت طوب، وانا كنت خدام يعني الخدمة اللي كنت نحلم بها. كل حاجة كانت هايلة تقشي خيال، حتى واحد النهار كل شيء تبدل. كنت قاعد عادي في الصالون نشوف لا تيليفزيون، وكانت قدامي اون لامب يعني سور لو كوتي. شفت في هذيك لا لامب ولات تبان لي فلو. لو بروبليم سي كل حاجه في الدار كانت تبان لي نورمال، غير هذيك لا لامب كنت نشوف فيها فلو. بان لي هذا الشيء بزاف بيزار باسكو انا ما عنديش بروبليم دو فيو نشوف نورمال. عيطت لمرتي وقلت لها شوفي لا لامب واش بها، قالت لي لا لامب ما بها والو. انا قلت بون بالك راني عيان تما راح نرقد عادي. مي غد من داك سيتي بيغ، وليت نشوف فيها فلو ونشوف فيها اون 3 دي يعني اون فورم بزاف بيزار. دوزت عدة ايام وانا نشوف هذيك اللمبة، وليت ما ناكل ما نرقد ما والو، حتى مرتي يعني تقلقت عليا. سمعت في داري سمعت في خدمتي سمعت في مرتي سمعت في ولادي، وليت نشوف خير في هذيك اللمبة. واحد الليله كنت نشوف اللمبة حتى الضوء ديالها ولا حمر ولا يكبر ويكبر ويكبر، حتى الغرفة كامل ولات حمراء. قوشي ما كنتش من با في غرفة، كنت في بلاصة حمراء وخلاص. وليت نسمع في العياط والناس تسوق تسوق تسوق، حتى فتحت عينيا. كيف فتحت عينيا صبت روحي في لافاك طايح في الارض والناس قاعده تشوف فيا. انا رحت مخلوع ونشوف الناس وقلت لهم واش كاين، قالوا لي باللي كاين ناس كانوا يلعبوا بالبالون وخبطوني به مشي بالعاني. قلت لهم وين راهي مارتي وولادي، قالوا لي ما على بالناش حنا شفناك تمشي وحدك ضربوك طحت وعيطنا لومبولونس. كي داوني لوبيتال قالوا لي بلي جو سوفر دان تروماتيزم كرانيان تما صدمه في الراس. انا قاعد نعيط وقلت لهم عيطوا لمرتي وجيبوا لي ولادي. هنا صارت الكارثه، عرفت بلي جامي تزوجت وجامي كانوا عندي دراري اصلا. اون فيت بيبقى لي كي ضربني البالون وطحت عقلي ايماجينا حياتي المثاليه، ايماجينا بلي تزوجت وجبت دراري وعندي الخدمه اللي نحبها وحياتي كانت توب. تما كل لحظه عشتها كانت خيال من راسي. ايماجيني وعشر سنين من حياتي كانت مجرد خيال باش تشوفوا بلي العقل ديالنا شحال كومبليكي. طحت في اكتئاب وبالسيف بالسيف باش خرجت منه، باسكو بالنسبه ليا هذيك الحكايه كانت حقيقيه، هذيك الحياه كانت حقيقيه، هذيك المراه كانت مرتي، هذوك الاولاد كانوا ولادي، هذا الشيء كامل كان مجرد خيال. هذه هي الحكايه، هي صح قصيره على الاولى مي بزاف قصتني تاني. باسكو ايماجيني وتعرف انسان وتحب وتزوج معاه وتجمع دراري وتبني دار وتبني حياه وتخدم يعني 10 سنين من بعد يقول لكم هذا الشيء كامل خيال. دوما الحكايه تاع اليوم الاحباب ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ما تنساوش ديروا جيم وتابوني وهكذا يلحقكم جديد. ونسي يعني قلت نسي ان شاء الله كل خميس ندير لكم ستوري تايم وبالجمعه ندير لكم قضايا. على بالي بلي تحبوا لي ستوري تايم وانا تاني ندير لكم تاني قضايا باسكو حاجه نحبها بزاف يعني من هاد الطابلو باين، وكاين واحد القضايا تحبس الراس راهو جاي جديد ان شاء الله. اللي ما يتبعونيش في تيك توك وانستغرام ننصحكم تتبعوني باسكو ندير حكايات بزاف التم. المهم يعطيكم الصحه على الدعم ديالكم، وديروا في بالكم بلي نقرا كامل لي كومونتير ديالكم سواء انستغرام ولا تيك توك ولا يوتيوب، راني معاكم وسلام.